يوم الكابتن الستره غير حبيبي الغالي الله يعزك يا حمود شلونك شلون صحتك اي لا كشخه مونديالية اليوم ابيض زراعي مونديالية كل خير ورك حمود اكيد اجواء خاصه اجواء كل اربع سنوات تعرف يعني لها خصوصيه لها وضع خاص يعني كل الناس تتابع لهذا الموضوع بس مع الاسف السنه مختلفه جدا مفاجات كثيره غير متوقعه يعني وخصوصا هي موضوع البرازيل وكثير من النتائج الغير متوقعه وهي حلاوه كره القدم يعني اعتقد دائما ما تكون الكره الضيف المفضل خاصه بالاعمال الخارجيه والافكار الجديده لما تحمله يعني فد صفه وتاريخ مميز رايك بهذه الفكره موسم كاس عالم لا اكيد فكره رائعه طيبه انه نضيف شيء للمشاهد معلومات لربما غير معلومه تعرف كرة القدم اسرار وكثير من هي شوف رسالة محبة ورسالة سلام كلها على بعضها الرياضة جميلة يمكن من الناس تداولها وتصير فد عنصر اساسي بالمجتمع لربما كل الامور الاخرى السلبية تكون طاقة ايجابية دائما تكون الرياضة طاقة ايجابية. اجمل مباراة شفتها بكأس العالم. والله مو تقول اجمل مباراة لانها مفاجآت كرة القدم بها يعني لعبة السعودية حقيقة والارجنتين كانت من المفاجآت المبكرة في كرة القدم بحيث انت كمتابع أنا كنت محلل إحدى القنوات الفضائية يعني تخليك تاخذ تأني بالترشح وبالتفاؤل باتجاه فريق أو فريق آخر لأنه تعرف معايير كرة القدم اختلفت الآن أنه مو كل فريق أوروبي قوي يملك نجوم ممكن يفوز على الفرق الضعيفة والدليل أنه فريق المغرب مثل فريق عربي وصل لمرحلة غير متوقعة في كل البطولة. فاجأك بمستوى والله كثيرين يعني اللاعب المغربي رقم 8 ما يحضر اسمه لاعب مميز جدا يعني لفت نظرنا بالاضافه للنجوم اللي اختفوا يعني ها مفاجاه يعني كثير من خصوصا الفريق البلجيكي يملك كثير من النجوم ما ظهروا بوضعهم الطبيعي لذلك شو الفريق يعني غادر مبكرا البطوله. العراق عدم تواجده في نسخ كاس العالم وانت نجم مونديالي ما تحس لا اكيد انت شوف من شو الفرق خصوصا العربيه انه ترشحت واحيانا تحس انها مو افضل منك فنيا ولا يعني ماديا او حضورا او فنيا تتاسف على وضع البلد بس احنا مع الاسف نمر بفتره ارباك يعني ارباك عام ليس فقط في الرياضه نتمنى الامور تستقر حتى كل شيء يصير بمسار الحقيقي الفني والرياضي والصحي نتمنى على المستقبل القريب تترتب الامور ان شاء الله. سؤال اخير اريد تذكر لي موقف ما مطروق للاعلام في مونديال 86 حصل معك يعني بال 86 يعني الحقيقه هو كان يعني عدم مشاركتي اتوقع عدم مشاركه وجود حسين سعيد كان يعني لربما ضارت النافعه كانت يعني املي ضعيف بالمشاركه بس اصابه الكابتن حسين سعيد يعني صارت فرصه انه اشارك يعني حتى شعوري تغير انه دائما تكون رايح يعني تقريبا عندك نوع من الياس ما تلعب وبين ليله وضحاها يجي خبر انه انت راح تكون اساسي ومشاركه عالميه فاكيد هذا كان موضوع بقدر ما احزنني غياب الكابتن حسين تدري حسين لاعب مهم ومؤثر وبين تكون لك فرصه تشارك في كاس العالم. شكرا جزيلا شكرا حموده حبيبي الغالي.